تعال احكي لكم ازاي حسنين هيكل علم حسني مبارك شرب السيجار الغالي. بتجيب السيجار بتاعك منين؟ عايزين نقب على وش الدنيا زيك. ده اللي قاله الرئيس الراحل مبارك للكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل. هيكل بيحكي في كتابه اللي عنوانه مبارك زمان وعصره من المقصة للميدان، قال ان بعد لما مبارك مسك الحكم وافرج عنه عشان كان هو من المعتقلين بامر السادات في اعتقالات سبتمبر الشهيرة، طلب هيكل يقابل مبارك وفعلا اتقابله، ومبارك سأل هيكل وقال له أستاذ محمد بيه، والنبي تقول للولاد بتجيب السيجار بتاعك منين؟ عايزين نقب على وش الدنيا زيك. وفعلا مبارك بقى يشرب من بعدها سيجار بس واحد في اليوم علشان هو كان شخص رياضي وكان حابب يحافظ على صحته. وبالمناسبة علاقة هيكل ومبارك ما كانتش علاقة قوية. سنة 2002 قال هيكل في محاضرة ان مبارك عايز يورث الحكم لابنه ولازم نقول له كفاية.